لم تكتفي الميليشيات الحوثية بالرصاص والصواريخ لإسكات الشعب اليمني، بل اتبعت أيضاً سياسة تكميم الأفواه تجاههم. بنك المعلومات، وسيلة أمنية جديدة أسستها جماعة الحوثيين للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومراسلات المواطنين الواقعين تحت سيطرة الانقلابيين، وبميزانية بلغت ملايين الدولارات يعمل الجهاز المخابراتي الجديد على رصد كل ما يحدث على المنصات المختلفة وتصنيف مستخدمي تلك المنصات واستهداف الأكثر نشاطاً وأرشفة منشوراتهم. لم تقتصر مهام المنظومة الاستخباراتية الجديدة على ذلك، فقد تم إلزام وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب بالسماح للجهاز بالتجسس على كافة الرسائل عبر شركات الهواتف النقالة بمناطق سيطرة الحوثيين. فالمشروع الحوثي الطائفي يتطلب عزل المناطق الخاضعة لسيطرته عن المناطق المحررة، لذلك فكرت الميليشيات في حجب كافة مواقع التواصل الاجتماعي باليمن، إلا أن الخوف من خسارة 60% من أرباح تتدفق على جماعة الحوثي من تلك المنصات جعلهم يتراجعون عن الفكرة. فإلى متى يستمر النفاق الحوثي؟